كذلك في علم الكلام الذي اعتبره الأشاعرة دينهم، هم فرقة كلامية حقيقة صادمة، فرقة كلامية، وهذا وهذا لا خلاف فيه أنهم فرقة كلامية. وعلم الكلام ذمه السلف أشد الذم، وسأنقل لكم ذمه السلف بقى أشد الذم بقى. طيب كذا، طيب هلا هذا الأخ هون يعني بيقول لك السلف ذمه علم الكلام أشد الذم، مين هني السلف؟ خلينا نسمع شيخه هذا على اليوتيوب، هذا شيخ بن شمس دمشقي، شيخ بن شمس على اليوتيوب، وهذا اصلا ما له مشايخ، طريد الازهر، ازهر لبنان. وكل من لديه ادنى معرفه بهذا العلم يدرك فعلا كم هي فائدته حقا يا غشاش الامه، الا تستحي ايها الوقح. هو يقرا الشيخ دمشقي يقرا من كتاب دكتور سعيد فوده اللي هو بحوث في علم الكلام، عفوا، فهو الشيخ سعيد كان يبين انه لهذا العلم علم الكلام فائده عظيمه، فهنا سيعترض الشيخ دمشقي. ادنى معرفه بهذا العلم يدرك فعلا كم هي فائدته حقا يا غشاش الامه، الا تستحي ايها الوقح. لدينا مصادر متواتره من العلماء من سلف الامه كلهم حرم علم الكلام. على فكره التفريق بين المتواتر والآحاد بدعة عند الوهابي أو عند الكثير منهم، يعني أني بعدين اختلفوا أنه منقسموا لمتواتر وغير متواتر، بعدين أنا شفت لأنه مناقشة طويلة بينهم في ملتقى الحديث، بعدين واحد منهم قال كيف أنتم عم بتقولوا ما في متواتر، وهي شيخ الإسلام ابن تيمية تكلم أنه في متواتر وفي آحاد وفي كذا، بعدين بعضهم أقصر عن ذلك وبعضهم يعني استمر في ذلك وكذا، فعندهم الحجة القاطعة ابن تيمية خلاص إذا قسم، وإلا أنا نقلت لكم يعني أنه لا، هم قالوا أنه هذا أصلا بدعة ابتدعها الجهمية أو المعتزلة لرد خبر الآحاد والصفات وغير الصفات وكذا، وهذا أنا نقلته يعني سابقا في حلقات أخرى يعني. في ثم تقول فائدته حقا في طمأنينة النفس، طيب ليش كان الجويني وغيره يشعرون بقلق النفس ولم تطمئن نفوسهم إلا بعد ترك علم الكلام والتوبة منه؟ سؤال وجيه عنده تخصيص حلقة، هذا شفنا كذاب يا لطيف، هذا ما عنده إلا كذاب دجال هيك فورا. هذه الكتابات لها ثمنها عند أعداء المسلمين الذين يصغرون من الخارج بالتواصل مع منافقي الداخل أمثالك، لأن منافق صار يا لطيف يا لطيف وشققت عن قلبي لا حول ولا قوة إلا بالله، يبعث علم الكلام الذي بسببه تخبطت الأمة وفي إفحام الخصوم المشككين من أهل البدع والكفر. تفضل، نحن شككنا بأصلك وبعقيدتك ورددنا عليك ليس من كلامنا، لا لا لا، ليس من ابن تيمية، لا لا لا، من الغزالي، من الجويني، وأنا رددت عليك في قضية الغزالي، لكن هذا ليس هو المقطع اللي أنا بدي أشوفه. طيب لحظة شوي، يعني إذا لا تغتر أيها المسلم بالشافعي الذي قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعم. سمعته كمان قال له يا مبتدع، هاي يعني بمقطع من دقيقة دقيقتين، منافق، مبتدع، كذاب، دجال. سمعته يا مبتدع، يعني إذا لا تغتر أيها المسلم بالشافعي الذي قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال. وكذلك في نفس الصفحة 95 من كتاب إحياء علوم الدين نقل الغزالي قول أحمد علماء الكلام زنادقة، يعني يا صاحب هذا الكتاب أنت عند أحمد بن حنبل زنديق، بأقل من عندي. افتح إحياء علوم الدين صفحة بس لا 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 تقي العيار يا شيخ دمشقية مشان ما يطلع ينقلب السحر على الساحر، لأنه هي مجرد النظر في كتب علم الكلام هذا بدعة، وهو أصلا هذا اشتغال بعلم الكلام، هذا قرره من قدامه في كتابي اللي أنت عرضت لنا إياه بالأمس، ونحن بينا من كتابك أنه أنت المرجع في علم الكلام من كثر ما لكثرة خوضك في علم الكلام ونظرك في كتب الكلام وإلى آخره، فإذا كان مجرد النظر في كتب علم الكلام هذا يعني بدعة وهو نفسه اشتغال بعلم الكلام، فإذا أنت أول
انت اول مشتغلين، واذا كانوا هذوك من الزنادقه بتكون انت منهم، يعني مع يعني انا طبعا لا اقول بهذا. لا اكفر، انا لا اكفر، لكن انا يعني اقول لك لا تستفيض في هذا حتى لا ينقلب عليك الامر. واذا كان انت عم تقول بدي انا انظر في كتب علم الكلام للرد على المتكلمين، طيب ما هو اصلا كتب علم الكلام وضعت للرد على المخالف والرد على المبتدعه والى اخره. فكانك يا ابو زيد ما غزيت. طيب واسمعوا هون، هلا يسرد لنا المزيد من اقوال الائمه الاربعه في اذهب وحرم علم الكلام في تحريم علم الكلام الذي اتفق أئمة المذاهب على الذي اتفق أئمة المذاهب على تحريمه. الهارد بعيد الإقلاع. طيب وأنتم خالفتموهم. يقولون لماذا أنتم تتبرؤون من اتباع المذاهب الأربعة؟ أنتم خالفتم المذاهب الأربعة كلهم، شافعي، مالك، أحمد، أيوة، أبو حنيفة. اسمعوا، تحريم النظر في كتب في كتب الكلام، وأريناكم نحن أصلا كثرة إيش نظروا في كتب علم الكلام. بس أنت مجرد حط هيك في موسوعة أهل السنة، هي لدمشقية، حط أي كلمة أي عالم من علماء الكلام، ستجد نتائج كثيرة. ضع الجرجاني، التفتزاني، لاحظوا هذه موسوعته، هذه موسوعة دمشقية، لاحظ موسوعة أهل السنة، لاحظ هنا في الحواشي كلها كتب علم الكلام، مواقف الإيجي ومطايب علي الرازي، شرح المقاصد للتفتزاني، وهكذا. يعني هذه فقط أنا وضعت لكم اسم كتاب اللي هو المطالب العالية، لكن لو ما بحثتوا عن التفتزاني، عن الجرجاني، عن لاحظ كل هذه. طيب إذا طالما مجرد النظر إلى كتب علم الكلام بدعة، ليش او هو اشتغال في علم الكلام، ليش انت عم تشتغل؟ مشان ترد؟ طيب ما هو محطوط للرد. اذا كلهم حرموا علم الكلام وانتم اتفقتم على مخالفتهم، وانت ايضا منهم ممن خالفهم، وعلى تجاهل تحريمهم اتفقتم على ذلك، اشعريه وماتريدي تقرب الى المعتزله. لحظه، بل صرح محمد ابو زهره. لحظه، ياتي لنا بكلام الائمه الاربعه انه الامام احمد هون محمد عفوا هون محل الشاهد، علماء الكلام زنادقه، الشافعي لان يبتلى المرء بكل ما نهى الله عنه ما عدا الشرك خير من النظر في الكلام، لاحظ حكمي في اهل الكلام ان يضربوا بالجريد، وفي قضيه في روايه النعال وكذا، مستشهد ابن الجوزي قال لاحظ، وقضيت بانه الجويني تراجع وكذا، هذه قضيه اخرى هنا. لحظة، في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية يتأقرب إلى المعتزلة من الأشاعرة، وهو أزهري، محمد أبو زهر. أنت بتعرف ليش ما تريدي أقرب من المعتزلة؟ ما بتعرف ليش؟ لأنهم يقولون بالتحسين والتقبيح العقلي، وإن كان يعني هو في يعني هذا مذهب ابن تيمية، فإذا هو أصلا صار ابن تيمية أقرب للمعتزلة، خلافا للأشاعرة اللي قالوا بقضية التحسين والتقبيح الشرعي. طبعا وفي تفصيل في الموضوع ليس مطلقا يعني، فهذا هو. وفي قضية أيضا القوة المودعة أيضا، هذه يعني يقولون بها، وأيضا يقول بها ابن تيمية، وطبعا أيضا في تفصيل هذه في الموضوع عند الماتريدي وعند الأشعري وكذا. فوين أنت عارفان ليش هو أقرب؟ كل ليس هذا موضوعنا الآن. شيخ أزهري مخضرم توفي، أحبابك الأشاعرة اتفقوا على مخالفة أصحاب المذاهب الأربعة والإصرار على تعظيم دين أرسطو وتراثه وتحريف القرآن والسنة من أجل أن تتطابق نصوص القرآن والسنة مع منهج علم الكلام وقواعده. طيب يا مولانا، هل الآن هذه الحلقة هذه مخصصة لعقائد الأئمة الأربعة، لعقائد الأئمة الأربعة. هو يقول الأئمة الأربعة على تحريم النظر أو تحريم الخوض في علم الكلام وكذا. فضلا احنا أولا طبعا احنا قلنا لهم في حلقة أولى أنه أنت أصلا لا تأبه في قضية
الأئمة الأربعة أجمعوا أو اختلفوا، يعني أجمعوا في قضية، اتفقوا في قضية طلاق الثلاثة على أنه يقع ثلاثة، وأنتم رددتم به، رددتم به عرض الحائط. وهنا هذه مسائل، هنا يذكر هذا ايش اسم هذا السعيدان، بيقول لك لا، مو ضروري أنه يتفقوا المذاهب الأربعة على قول راجح، بل يتفقون على قول مرجوح. ومنها مثلا قضية، لاحظ، الخمر النجسة، قال هذا ليس عليه دليل. وقضية الفوات، أنه قضاء الصلاة لمن يتركها عمدا. وقضية إيش، الطلاق الثلاث يقع ثلاثة، وكل هذه يقول لك لا، اختار ابن تيمية خلاف ذلك. طبعا مثل هاي وهاي، وأريناك أيضا كلام ابن شمس في هذا الموضوع. فأولا أنتم لا تأبهون بهم، ثانيا أتينا بأنك أنت أصلا مخالف لهم، طالما إذا النظر، مجرد النظر في كتب علم الكلام هو بدعة. إذا قلت لي لا، أنا أنظر لأرد على المبتدع، طيب هو أصلا هذا تحقيق أنك يعني أنت تشتغل بعلم الكلام. ثلاثي، وهو الأهم، وهذا اللي نحن بدنا نعقد عليه الجلسة، أنه عقائد الأئمة الأربعة ما هي أصلا؟ هم حرموا علم الكلام. أولا، ما هو علم الكلام الذي حرموه؟ وهذه أيضا خصصنا لها مجلس، قلنا لا، ليس علم الكلام الذي حرموه هو الذي نقصده أصلا. علم الكلام نتكلم في الدفاع عن العقائد الإيمانية التي جاءت بالكتاب والسنة، وعليها الصدر الأول من السلف، اللي هي ما أجمع عليه. يعني ليس قضية بقى الخلافات الثانية في قضية الصفات المتشابهة، وقلنا لأنه هذه مختلف فيها، لكن هو الصدر الأول ما نتكلم فيها أصلا. وأن نحن قلنا عند الأشعرة إذا ما تتكلم فيها خلاص أنت ناجي بإذن الله. فالآن نحن نتكلم بقى في قضية الأئمة الأربعة، ما هو اعتقادهم؟ هل هم أصلا حرموا علم الكلام من أجل قضية إنه والله هم سيقولون في إنه هذه الآيات تحمل على ظاهرها الحسي وإلى آخره؟ طيب الآن تعال لأريك الوضع كيف. أولا نبدأ بعقيدة الإمام أحمد، طبعا يعني نبدأ ليس بالترتيب، ترتيب الأئمة المفروض نبدأ بأبي حنيفة، لكن الوثائق غير مرتبة هنا. هذه نحن عقدنا لك مجلسا بل مجالس عن عقيدة الإمام أحمد، أريكم المحاضرة. هناك مؤامرة على دين الإسلام من الداخل جرت عن طريق هؤلاء الأشاعرة. جميل. أخذوا اسم شيخهم الأشعري وأكملوا. هذه هنا أنا، هذه هنا محاضرتي، وهكذا أرغمني دمشقية ببرهاني كي أرجع إلى اعتقادي أحمد كما رجع إليه الأشعري. عرفته؟ أيها الأشاعرة تابعوها. طريق الاعتزال. أربع أجزاء هذه. اسم الأشعري. كيف؟ والأشعري كما في كتاب طبقات السبكي الأشعري ينقل تصريح أبا الحسن الأشعري أنه قال، تصريح أبي الحسن بقى إيه؟ عقيدتي عقيدة الإمام المبجل أحمد بن حنبل، لكن هل يتحمل الأشاعرة؟ الجواب، سيدي أنا خلاص بدي أتحمل سمعا وطاعا يا مولانا، أنا بدي أتحمل طالما بتجيب لنا وثائق. فالمهم أنا هون الوهابي رحت أنا جبت له كلام الإمام أحمد، ما بيقول لك أنه الأشعري أنا عقيد الإمام المبجل أحمد بن حنبل، هذا اعتقاد الإمام المنبل أو المبجل أحمد بن حنبل. طبعا هذه العقيدة هي من تأليف أبي الفضل التميمي الحنبلي، توفى سنة 410، فينقل عن الإمام أحمد أنه ينفي الجسمية، ينفي الأعضاء، ينفي العز أنه له مثلا، لاحظ، يثبت الصفات مع نفي الجوارح. إن لله يدان، لا، إن لله يدان، المفروض يدين بقى، وهما صفة ليست عضو، في ذاته ليستا بجارحتين ولا مركبتين ولا بجسم ولا، لاحظ، له وجه، أن لله وجه، لاحظ، لكن لا كالصور، لاحظ، المصورة والأعيان المخططة، ليس وليس معنى وجه معنى جسم عنده، ولا صورة ولا تخطيط. لاحظ، هذه يؤلفها الحنابلة لتبرئة الإمام أحمد عن التجسيم. بيجوا الوهابي يقول لك لا لا لا، هذا، هي العقيدة ما صحت، هذه مش مضبوطة. هذا التميمي، هذا كان صديق الباقلاني، وتأثر بالباقلاني. يعني طيب، يعني من قال لك يعني إنه الإمام أحمد مجسم؟ مجسم عادة تنبسط.
لا حول ولا قوة إلا بالله. أما من العز بن عبد السلام قال: السلف كانوا على عقيدة التوحيد والتنزيه، وليس عقيدة التشبيه والتجزيم، وليس على عقيدة التشبيه والتجسيم. إجاب ابن تيمية اعترض عليه. لا حول ولا قوة إلا بالله. فلا هيك خالص ولا هيك خالص. لأن قلت إنه السلف كانوا ليس مجسمة بتخلص، ولا إن قلت المجسمة بتخلص. السلف مجسمة، كيف تقول السلف مجسم؟ فلاحظتم. فجاء وهني طبعا لما اعترض الوهابية علي أنا في هذه العقيدة، طبعا أنا رددت عليهم أربعة أجزاء، لأنه هذه أربعة أجزاء. لاحظ، هكذا هكذا أرغاني دمشقية بوراني، أربعة أجزاء، اثنين منها للرد على أنه لما قالوا أنه هذه غير صحيحة وكذا وإلى آخره، من أعيد ما سبق. فأيضا لاحظ، وأنكر على من يقول بالجسم، وقال إن الأسماء مأخوذة بالشريعة واللغة، وأهل اللغة وضعوا هذا الاسم على كل ذي طول وعرض وسمك وتركيب مصورة وتأليف. والله خارج عن ذلك كله، فلم يجوز أن يسمى جسما لخروجه عن معنى الجسمية. وهذه بالمناسبة هذه ينقلها ابن أبي يعلى في طبقات الحنابلة. لاحظ، وسئل قبل موته بيوم عن أحاديث الصفات، قال: تمر كما جاءت ونؤمن بها ولا نرد منها شيئا، إذا كانت، لاحظ أول شرط، بأسانيد صحاح، ولا يوصف بأكثر مما وصف به نفسه. لاحظ، ما نتجاوز القرآن والحديث وننظر إذا كانت صحيحة، مش إنه والله الموضوعة والإسرائيلي والمخنقة والموقوذة. ولاحظ، ولا نتجاوز بلا حد، لاحظ، ولا غاية، نفي الحد. لاحظ، ومن تكلم في معناها ابتدع. إذا أنت اللي عم بتقول مبتدع أهل الكلام. هو عنده، ما هو الإمام أحمد من يتكلم في هذه الصفات، من يتكلم في هذه النصوص أو في معناها مبتدع، وأنت أول ما تتكلم في معناها أصلا هذا تفويض. هذا من تكلم في معناها ابتدع، هذا خلاص في المعنى إلى الله. وهذا الذي قاله في موضع آخر، أنه ولا كيف ولا معنى، أم أوله، فقام ابن تيمية وأوله. إذن، وهذا هون يتكلم بمصطلحات المتكلمين أصلا. هون لاحظ أنه ليس ذا بجارحتين، وليس ذا بمركبتين، ولا جسم ولا جنس من الأجناس من الأجسام، ولا من جنس المحدود والتركيب ولا بعض الجوارح. هذه أصلا صرح هذا بعض الشسب الوهابي أنه هذه، لما رفض هذه العقيدة قال لأنه هذه يعني مصطلحات متكلمين وكذا وإلى آخره. وهذه هنا طبقات الحنابلة. لاحظ، هنا ينقل نفس الكلام عن الإمام أحمد. لاحظ أنه له وجه لله، وجه أن لله وجها لا كالصور المصورة والأعيان المخططة، وليس معنى وجه أنه جسد. لاحظ، وهما صفة لله، إن لله يدين. لاحظ هنا مصوب، هذه ليس ذا بجارحتين عفوا، ولا مركبتين، ولا جسم ولا من جنس الأجسام، ولا من جنس المحدود والأبعاد. ولا لاحظ، وكل هذه كلها يعني أكثر تقول أنه هذه من صفات أو هذه من مصطلحات المتكلمين وما إلى ذلك. لاحظ، وفيها أمور أيضا، نعم، أنه يخالف بعض الأشاعرة فيها، لكن أصلا هي مبنية على نفي التجسيم. يعني هنا لما يقول أنه الله مستوى على العرش المجيد، وان الاستواء، وحكى جماعه ان الاستواء من صفات الفعل، فعل يفعل الله بالعرش، لاحظ، مش يفعله بنفسه. وحكى جماعه انه كان يقول الصفات من صفات الذات، من صفات الذات بقى، لكن على ايش؟ على التفويض. وكان يقول في معنى الاستواء هو العلو والارتفاع. انا بيقول لك طيب ماذا ينقل قضيه التفويض؟ طيب العلو والارتفاع ايش يعني؟ العلو الحسي المكاني الجسمي. طيب ما هو بيقول لك انه لا، ليس من جنس الاجسام. من وين ما هو العلو؟ ويرجع الى قوله هو العلي العظيم. ايش معنى العلو هنا؟ العلو الحسي الجسمي، هنا نفاه. ايش اذا معنى؟ الله اعلم بمراده. عرفتم؟ وانه فامتدح الله نفسه بانه على العرش استوى، اي على كلاهما. لاحظ، استوى وكلمه على كلاهما هذه من المتشابه، لانه الله وصف نفسه بانه العلي، ووصف نفسه بانه استوى. ايش معنى الاستواء؟ قال العلو. طيب ايش معنى العلو؟ العلو هو حسي ولا معنوي؟ يحتمل معنيين. فاذا بتقول حسي، هذا هنا يرد ذلك، لانه لا من جنس الاجسام. فهون ايش بيقول لك الوهابي؟ لا، بياخذوا بهذول وبيتركوا هذول، يعني بياخذوا ما يروق لهم هذا الاتباع الانتقائي، ويتركوا ما لا يروق لهم. بيقول لك لا، هذه صحيحه، مثل ما عملوا مع ابي حنيفه.
انه لما يقول يده لا نقول يده قدرته، يا سلام فرحوا في هذه. هنيك لما قال ليس بجسم ولا لا لا، قال هذه ليس لم تصح هذه. لما قال انه لا يتكلم لا بآلة، لما قال ابو حنيفة الان ستأتيكم، لما يتكلم لا يتكلم لا بآلة ولا بحروف. هذه اللي حقق هذا كتاب هذا الدكتور خميس، حقق او اللي عمل كتاب اصول الدين عند ابي حنيفة، اختار هذا دون ذاك، اختار لما نفى الجهة أبو حنيفة لا، فالآن ستأتيكم، قال هذا ليس من كلام أبي حنيفة. لما قال ولا نقول يده قدرته، قال هذا قول أبي حنيفة. عرفتم؟ فهذا هو. وحتى هنا قضية الاستواء، قضية الاستواء بعض الحنابلة نعم، وهذا يقولون أنه هذه ليست يعني ليست ليست مفوضة، أو ليست يعني أنه لا ليس لسنا نحن نفوض المعنى، المعنى معلوم أنه هو العلو والارتفاع. حتى بعضهم ينقل عن الإمام أحمد أنه هي معنى بمعنى الجلوس، أنه فقط هذه، أما ما سوى ذلك هذه طبعا الذي ينقلها الجلوس، هذه ينقلها عبد الله بقى، صحت أم لا تصح هذه بقى أمر آخر. لاحظتم؟ فهذا هذا هو، وهذه بقية تتمة مذهب الإمام أحمد أو كلام الإمام أحمد في عقيدته. نلاحظه هنا، لاحظ استوى، لا نقول استوى بمماسة وملاقاة، لاحظ هنا بقية تتمة الكلام هنا، لاحظ ولا يجوز أنه استوى أي على، ولا يجوز أن يقال، لا يجوز أن يقال إيش استوى بمماسة، وهذه يصرح بها بعض الوهابية، بيقول لك لا نعم استوى بمماسة، وبعضهم لا يقف عنها. والله لم يلحقه تغير ولا تبدل، ولا يلحقه الحدود قبل الخلق، قبل خلق العرش ولا بعد خلق العرش. إذن كان ولا مكان، قبل خلق المكان لم يتغير عن مكان، هذا بمعنى هذه العبارة. لاحظ، هو سبحانه عالم بالأشياء مدبر لها من غير مخالطة ولا معالجة. لاحظتم؟ وذهب أحمد إلى أنه يغضب ويرضى، وله وأن له غضبا ورضا، ولم يزل الله غاضبا مما سبق في علمه أن يكون ممن يعصيه، ولم يزل راضيا عما مما سبق في علمه أنه يكون مما يرضيه. هذه إذن صفة الرضا والغضب أزلية. إذن هنا يتحاشى من الإمام أحمد بن حنبل أن يقول بحلول الحوادث بذات الله، وهذا عكس مذهب ابن تيمية. لاحظتم؟ وهون أيضا بيقول لك أنكر على من يقول بجسم، يعني على من يقول بأن الله جسم. لاحظ ليش؟ لأنه الجسم هو ما له تركيب وصورة وتأليف، ومثل ابن تيمية قال لا، الجسم لفظ مجمل مبتدع مخترع من نستفصل فيه، والله خارج عن ذلك كله، فلم يجز أن يسمى جسما. لاحظ خروجه عن معنى الجسمية، ولم يجئ في الشريعة فبطل ذلك. وهنا عظم عليه الكلام في الاسم والمسمى، وتكلم أصحابه في ذلك. لاحظ هو أصلا يمنع التكلم في الاسم والمسمى، ولكن بعض الحنابلة تكلموا في ذلك، ومنهم ابن تيمية تكلم في أنه هل الاسم عين المسمى أم لا. لاحظ